المنطقة التي تحظى بالحكم الذاتي عن بريطانيا بعد استفتاء سابق قضى بالبقاء داخلها. وفي سلوفينيا أعلن حزب الشعب الذي ينتمي لليمين المتطرف أعلن أنه سيطلق عريضة لإجراء استفتاء على عضوية البلاد بالاتحاد الأوروبي. وفي بيان له قال الحزب إن مواطني بريطانيا العظمى قرروا رفض الإملاء من بروكسل، وأنه حان الوقت لسلوفينيا أن تغادر سفينة تايتانيك الأوروبية الغارقة، وذلك حسب ما ورد في البيان. وبموجب القانون في سلوفينيا ينبغي أن تحصل أي عريضة على 350 ألف توقيع على الأقل لإجراء استفتاء. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر سكايب من باريس السيدة فابيولا بدوي المحللة السياسية. سيدة فابيولا، يعني اجتماعات تجري على قدم وساق، يبدو أن القادة الأوروبيون أمام مأزق كبير. لا يعني علينا ان احنا نضع الامور في نصابها. اوروبا بطبيعه الحال تمر بوقت صعب، ولكن لا تمر بمأزق. يعني هناك حاله ايضا من حالات يعني القراءه المتسرعه للخروج البريطاني. يعني علينا ان نعرف ان بريطانيا ليست من الدول المؤسسه للاتحاد الاوروبي، بريطانيا انضمت بعد ذلك. أيضا بريطانيا سوف تخسر أكثر مما يخسر الأوروبيون، ولكن المشكلة أن ما سيحدث في بريطانيا من تبعات خسائر سوف تعود على أوروبا. يعني على سبيل المثال، حينما تنهار السوق العقارية في بريطانيا سوف تتجه سوق المضاربة والاستثمار إلى بريطانيا، وبطبيعة الحال لابد أن تخفض أيضا الدول الأوروبية من عقاراتها أو أنها سوف تعاني من الركود. يعني هذا مثال بسيط. الأمور سوف تصب، ما سيصب في بريطانيا نتيجة خروجها من مأزق سوف يصب على أوروبا. بالأمس هبط الاسترليني وهبط اليورو، مما يؤثر على منطقة اليورو. أيضا هناك يعني الاتحاد الأوروبي يقوم على آلة القومية الأوروبية، وعلى أن الانتماء الأوروبي يجب أن يكون أعلى من الانتماء يعني الخاص الضيق للبلد، يعني إلى جانب انتمائها. يعني هناك الانتماء الأوروبي. يعني خروج بريطانيا أيضا يضرب مثل يعني يضرب هذا المفهوم. ولكن مسألة انهيار الاتحاد الأوروبي، يعني التي تتكرر كثيرا نتيجة خروج بريطانيا، هذه مسألة صعبة. الاتحاد الأوروبي مهدد في حال خروج دول أخرى. نعم، هذا ما سينقلنا إلى النقطة الأخرى، وهو مخاوف من أن تكون هناك انتقال للعدوى إلى دول أخرى. يعني العدوى لن تتم الآن برغم ما نسمعه من مطالبات. هذه المطالبات قديمة وقديمة جدا، منذ نحن نتحدث عن عقود. على سبيل المثال في فرنسا حينما تتحدث زعيمة اليمين المتطرف عن المطالبة باستفتاء، يعني هذا الاستفتاء لن يجري، ويعني الجبهة التي تمثلها السيدة مارين لوبان منذ والدها منذ أكثر من 30 عاما هي تنادي نفس النداءات. التخوف الحقيقي من الانتخابات القادمة. يعني فرنسا وألمانيا على أعتاب انتخابات في عام 2017، في النصف الأول من 2017، نحن نتحدث عن أشهر. إذا ما قفزت في بلد من البلدين أو في بلدان كبيرة أخرى في أوروبا نتيجة الانتخابات الرئاسية المنتظرة، اليمين المتطرف سوف يدعو بالفعل، لن ينتظر يعني أن يوجه الدعوات ثم يستجيب المواطن، هو سوف يتقدم وسوف يوجه فورا إلى استفتاءات. وبالتالي يمكن أن تخرج دول كبرى. في حالة خروج دولة كبيرة مثل ألمانيا في المقدمة أو فرنسا أو إيطاليا أو هولندا، يعني هذا يهدد الاتحاد الأوروبي. أما خروج بريطانيا لا يهدد الاتحاد الأوروبي. في حال أن نتيجة الانتخابات لن تصب في صالح اليمين المتطرف لن يهدد الاتحاد الأوروبي. ولكن علينا أيضا أن يعني نضع أن اليمين المتطرف يكسب أرضا، يعني هو يقوم على الانغلاق على المهاجرين، رفض الهجرة، على أن الهجرة سوف تؤثر على البلاد. فحدثت العمليات الإرهابية اليوم نتيجة أيضا وجود البلدان في الاتحاد الأوروبي وانصهارها فيها هو ضد أوروبا الكبرى منذ البداية. اليوم يتأكد ويشير ها هو المواطن البريطاني ينفصل، بمعنى أنه يكسب أرضا. هذه الأرض هي بتثير مخاوف القادة الأوروبيين اليوم
مما سيحدث الانتخابات القادمة التي يفصلها عنا أشهر قليلة. يمكن أن تتغير الخريطة الأوروبية وحينها لن يكون هناك كيان أوروبي موحد. إذا نحن متفقون أن هناك الحال يعني ليس هناك تهديد على الاتحاد الأوروبي، بل على العكس، يعني سيكون الخاسر بريطانيا بالدرجة الأولى. طيب نحن متفقون أن هناك بالفعل مخاوف قد لا تصل إلى مرحلة القلق والفزع والمأزق كما ترين، ولكن هناك مخاوف. كيف يمكن للقادة الأوروبيين أن يبددوا هذه المخاوف، خاصة وأننا تابعنا منذ ساعات قليلة المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية الدول الست؟ لا كانت هناك نبرة للتأكيد على ضرورة وحدة أوروبا وعلى حب أوروبا، وهذه النغمة كان هناك إصرار من قبل القادة على التأكيد عليها. يعني نعم هناك إصرار على التأكيد على أوروبا الموحدة وأوروبا الكبرى، هذا حقيقي. هناك نية ونية سريعة جدا لإجراء إصلاحات في الاتحاد الأوروبي فيما يخص الوظائف والمسائل البيروقراطية التي تسيطر عليه، هناك الكثير والكثير سوف يتم إصلاحه. ولكن حتى نكون أكثر اقترابا من أرض الواقع، إذا غدا حصلت عملية إرهابية كبيرة في بلد أوروبي وأثرت عن ضحايا كثيرة، كسب وربح اليمين المتطرف. يعني المسألة ليست أقوال، يفصلنا كما ذكرنا أشهر، وعلينا أن ننتظر ماذا سيحدث في هذه الأشهر، من سيربح في الانتخابات القادمة، هذا ما سيحدد مصير أوروبا. العملية ليست كلها في أيدي القادة، يعني كما ذكرنا فقط عملية إرهابية جديدة كافية لأن يربح اليمين المتطرف في أكثر من بلد أوروبي، وحينها لن تكون هناك أوروبا الموحدة مهما نادى بهذا القادة الموجودين حاليا. يعني المسألة ليست بالنداءات، المسألة على الأرض، هناك أفكار يحملها اليمين المتطرف إما أن يكسب أو يخسر، وهذا ما يخشى منه. يعني حتى من يردد هذه الشعارات ومن يؤكد عليها هو لا يضمن أن يظل الوضع كما هو، لأن هناك من يربح ومن يستثمر فيما يحدث الآن وما حدث منذ العمليات التي ضربت باريس وبروكسل، هناك من يستثمر هذا بشكل فعال ويمكن أن يربح الانتخابات القادمة. نعم أشكرك شكرا جزيلا من باريس عبر سكايب السيدة فابيولا بدوي المحللة السياسية. يستقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم المبعوث النرويجي للسلام نور فينسلاند الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة. من المتوقع أن يتناول اللقاء الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود المبذولة على الساحة الدولية لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وللمتابعين ضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري لشؤون الخارجية. سيادة السفير، يعني على ضوء زيارة المبعوث النرويجي للسلام ولقائه مع وزير الخارجية، في رأيك يعني هل هذه الجهود الإقليمية التي تقوم بها مصر والدولية التي تقوم بها فرنسا كفيلة بإحياء عملية السلام بالفعل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؟ ولا يلاحظ ان هناك محاولات مستميته، يعني من جانب عده اطراف. والحقيقه ان الطرف النرويجي يعني له اهميه خاصه، لان النرويج هي التي وضعت الاسس لاتفاق اوسلو وسمي على اسم العاصمه النرويج. واتفاق اوسلو وكان اول اتفاق سلام وقف والاسرائيليين مباشره، وكان مفروض وفقا لهذا الاتفاق أن يتم إنشاء الدولة الفلسطينية في عام 2000. فهنا في يعني أساس ومبرر أن النرويج يبقى لها دور، لأنها بتبني على الاتفاقات التي سبق أن رعتها وتولتها بالعناية ووقع عليها الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون في واشنطن. نعم يعني هذه خصوصية النرويج، لكن يعني هل رغبة إسرائيل في إحياء عملية السلام هل هي متوفرة في ظل هذه الجهود؟ بالنسبة مش إسرائيل، أنا في رأيي أكثر الولايات المتحدة الأمريكية. هل الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد في مرحلة الانتخابات الرئاسية والمرحلة الحالية اللي فيها إنها تمارس نوع من الإقناع، بلاش نقول الضغوط، الإقناع لإسرائيل أن تتجاوب مع المبادرة الفرنسية؟
هل هي على استعداد انها تضع اطارا دوليا كما كان يرغب جون كيري في مبادرته اللي اطلقها في 2013-2014 وفشلت؟ هل هي على استعداد لاحياء هذه المبادره في اطار المبادره الفرنسيه مع المبادره العربيه وحل هذه المشكله وانهاء؟ هنا هو ده السؤال. نعم. ملاحظ ان موقف الامريكي هو موقف المتفرج، موقف بدليل ان النهارده كل الاخبار الخاصه باللقاء اللي هيعقد بين جون كيري وزير خارجيه امريكا مع رئيس وزراء اسرائيل نتنياهو في احدى العواصم الاوروبيه، ان هو بيقول انا لن ارحص معه عمليه السلام. نعم. فهنا معناه ان الولايات المتحده طالما انها في موقف المتفرج واسرائيل في موقف الرافض والمطالب بتعديل المبادره العربيه، وكان المبادره العربيه هي مثلا وجبه بتاكلها اسرائيل وليست عمليه للسلام الشامل الكامل مع اسرائيل وقبولها دوله في المنطقه واقامه علاقات معها بشرط الانسحاب من كل الاراضي العربيه اللي احتلت واقامه الدوله الفلسطينيه، هنا ده صعوبه، يعني الصعوبه في والتحدي في احياء عمليه السلام من جديد. اشكرك. ولكن الايجابيه الثانيه احب اشير ليها، لان بعض الناس قد ترى ان طب وما الفائده؟ لا، الفائده ان في ظل ازدحام الازمات والمشاكل في العالم العربي بيعاد من جديد التذكره بان هناك قضيه فلسطينيه وان هناك حق لاقامه الدوله الفلسطينيه. اشكرك سياده السفير رخاء احمد حسن، مساعد وزير الخارجيه الاسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد أن تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها. جاء ذلك خلال لقاء صبحي بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالمنطقة الجنوبية العسكرية، كما شاركهم وجبة الإفطار. الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مشاركة أبنائه المقاتلين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك خلال الأيام الماضية، حيث التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالمنطقة الجنوبية العسكرية وشاركهم وجبة الإفطار. وأكد القائد العام أن